أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إذا إلى هذه الفقرة من الصحافة المحلية، ولكن نبدأها بنبأ عاجل ورد إلينا من بني سويف، حيث لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم شخص سوري الجنسية، وأصيب 24 آخرون في تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي أمام نفق بمركز بيبا. تبين من التحريات أن الأتوبيس كان قادما من القاهرة إلى المنيا واصطدم بسيارة نقل كانت موجودة على جانب الطريق. تفاصيل أكثر يطلعنا عليها اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف. صباح الخير سيد اللواء. صباح الخير يا فندم. تفاصيل أكثر والحصيلة النهائية للضحايا، تفضل. هي الحصيلة العادية 6 متوفين و22 مصاب. نعم. والعربية النقل كانت راكنة على اليمين، نظرا للشبورة اللي موجودة اتوبيس سياحي اصطدم فيها من الخلف وترتب الحادث على ذلك. وإلى هل تم إسعاف المصابين وتم نقلهم؟ تم انتقالي على الفور وتم نقل جميع المصابين والمتوفين وإزالة أثار الحادث من الطريق وتسييره. 6 أشخاص إذن بينهم شخص سوري الجنسية. صح. شكرا جزيلا لك اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف، شكرا جزيلا لك. ونبدأ في فقرة الصحافة المحلية، وانضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ وليد طغان الكاتب الصحفي بروز اليوسف. مرحبا بك وصباح الخير. أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير. نبدأ هذه الجولة في الصحافة من جريدة الأخبار. منصور أول رئيس يزور الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بالعيد، تصدر هذا الخبر. طبعا هو خبر متصدر، خصوصا الرئيس منصور الرئيس الأول اللي بيزور الكاتدرائية من فترة طويلة. أتصور أن المستشار عدلي منصور بيلعب دور مهم، يعني الزيارة دي لها دلالة وسط متغيرات كتير مرت بها البلاد ومستمرة مع ضعف حكومي شديد. الرئيس منصور يعني يبادر بزيارة مهمة للدلالة للتدليل على دور الكنيسة الوطني خصوصا في أعياد الميلاد. كان حضرتك عارفة أن الرئيس في الفترة اللي فاتت خلال السنوات اللي فاتت كان يعني خلينا نقول نادرا ما يزور الكاتدرائية. يعني مفاوضات سد النهضة انتهت بالاتفاق بالأمس، شوفي بقى هو نهاية مخيبة للأمل. هو بقى مفاوضات سد النهضة، أنا أتصور أن سد النهضة الآن يواجه يعني موضوع سد النهضة، خلينا نقول نرجع لأربع سنوات مضت أو 5 سنوات مضت، في نظام الرئيس السابق الأسبق حسني مبارك كان مجرد الإعلان عن بدايات لسد النهضة، اتقلبت الدنيا وصارت شائعات في الشارع او كلام في الشارع ان المياه هتتقطع علينا، وان وده كان احد الاثار المهمه لغضب شعبي حانق. حتى الان لم تحل قضيه سد النهضه، يعني توالى علينا نقول نقدر نقول ايه دلوقتي 3 أنظمة: المجلس العسكري الحاكم، ثم محمد مرسي، ثم نظام الاخوان المسلمين، ثم نظام 30 يونيو. سد النهضه لا زال فيه الغاز، يعني انا مش عارف اولا كيف لا تطلع الحكومه الشعب، احنا مش عارفين ايه المفاوضات اللي بتتم. طبعا احنا يعني صحفيين او متخصصين نعلم ان هناك بندين، البند الاول اجراء وقائي، مصر طلبت يعني ورقه مبادئ اثيوبيا. دعنا نتوقف عند هذه النقطه، لدينا اتصال هاتفي من السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء. صباح الخير سياده السفير. هاني فندم، صباح الخير. نود تعليق منك على إعلان دكتور ببلاوي عن اليوم عن طرح كراسة شروط محور قناة السويس، وذلك خلال زيارة الإسماعيلية. الحكومة تلقت 22 طلبا من مكاتب استشارية عالمية، من أبرز هذه المكاتب ومدى زمني للبدء في الموافقة على هذه المكاتب أو أحد هو زي ما حضرتك ذكرتي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء يسر إلى مقر قناة السويس بعد قليل وبرفقته 8 وزراء من السادة الوزراء المهمين بهذا المشروع القومي الهام، وأهمهم السادة وزراء النقل والإسكان والاستثمار ومجموعة الصناعة والتجارة. بعد قليل خلال المؤتمر الصحفي العالمي سيعلن عن أهم 22 مكتب استشاري اللي تفضلت حضرتك وأشرت إليهم، ولكني أود التنويه أن هذا المشروع ليس فقط مشروعا قوميا ذو عائد اقتصادي واجتماعي فقط، ولكن هو يعطي رسالة سياسية واضحة أن مصر في طريقها إلى الاستقرار. مصر أمنها يتحسن يوما بعد يوم، ولا زالت وأن مصر لا زالت هي الدولة المحورية في المنطقة. سيد السفير، متى من المتوقع أن يتم الموافقة على إسناد هذه المهمة إلى مكتب بعينه،
ومتى نبدا ان نلمس نتائج فعليه لهذا لبدايه المشروع؟ عن قريب خلال شهر او شهرين يتم اسناد المهمه فعليا الى احد المكاتب الاستشاريه ويبدا التنفيذ الفعلي اعتبارا من نوفمبر في نهايه العام الجاري، على ان ينتهي التنفيذ بالكامل في غضون سنتين عامين ونصف الى ثلاثه. المشروع تعتبر هذه الحكومه متكامل في محافظات شكرا شكرا على وجودك معنا، ولكن الصوت لم يكن واضحا. شكرا السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء. نعود الى موضوع سد النهضة وتعثر المفاوضات وأنها خرجت بلا نتيجة أمس، وقد تحدث أيضا الجانب المصري عن أن الجانب الأثيوبي متعنت ويرفض الثقة. ويعني أهم ما رفضوا الجانب الأثيوبي في الجلسة الثالثة كان شيئين. الشيء الأول ورقة مبادئ طلبتها مصر، وده أعتقد كان طلبا منطقيا، يعني ورقة مبادئ أو ورقة يعني ثقة بين دول المصب وأثيوبيا أو دول الحوض. هذه الورقة تطرح مجموعة من النقاط. أولا أن هناك اتفاقات أو أن هناك التزام بعدم الضرر بدور المصب أو بحصة الدور المصب في المي في نسبة المياه. النقطة الثانية كان مصر طلبت لجنة فنية عالمية، مجموعة من الخبراء العالميين يكونون حكما بين يعني ما تختلف فيه اللجنة الثلاثية أو ما لا تتفق عليه اللجنة الثلاثية المكونة من مصر والسودان وأثيوبيا. هذه الطلبات رفضتها أثيوبيا. الرفض لم يكن مبرر، أو أنا أرى كمواطن مصري أن هذا الرفض ليس مبرر. هناك وجهة نظر بأنه المماطلة لكي يكون في النهاية هو أمر واقع، بالتأكيد بالتأكيد حكومة أثيوبيا بالتأكيد أن حكومة أثيوبيا تريد المماطلة لكسب مزيد من الوقت. طيب السؤال، ما الذي تبادر به الحكومة المصرية؟ أتصور أن المفاوضات دي بتجريها وزارة الري مع مجموعة من الفنيين. أتصور أن مشكلة سد النهضة أو إجراءات حقيقية في موضوع سد النهضة تبدأ بقرار سياسي. أتصور أن هذا ما سوف تلجأ إليه الدولة المصرية. مثل ماذا هذه القرارات؟ هل تتحدث عن وساطة مثلا؟ والله أنا لا أتحدث عن وساطات، لكن هناك أدوات كثيرة في يعني لما تعمل وزارة الري مفاوضات فنية غير لما تعمل الدولة مفاوضات، خصوصا أن الدولة استعادت الثقة. يعني مشكلة سد النهضة، ما الذي جعل مشكلة سد النهضة تتفاقم؟ بصرف النظر عما يوجه لنظام مبارك من اتهامات، أو يعني نظام مبارك كانت الدولة مصر قوية، لم تكن أثيوبيا تستطيع الإقدام على خطوة من خطوات سد النهضة مثل ما فعلت. بدأ سد النهضة في التدشين فعلا في نظام الرئيس محمد مرسي أو بعد ثورة 25 أو بعد أحداث 25 يناير. هبطت الدولة، كان هناك ضعف. سد النهضة ده كان معيار أو مؤشر على مدى ما وصلت إليه مصر من ضعف أو من اهتزاز. الآن أتصور أن الدولة تستعيد قوتها، ده رأيي. لماذا لا يظهر ذلك في مفاوضات سد النهضة إذن؟ حتى أمس أو حتى أول أمس كان المفاوضات بتعملها زي وزارة الري زي ما بقول لحضرتك. أتصور أن هناك نوع آخر أو مطلوب نوع آخر من الحلول على مستويات أعلى. هذه المستويات قد تكون المستويات العسكرية، اتصالات من المؤسسة العسكرية، اتصالات من جهات أخرى تتصف بصورة من يعني بعيدة عن الناحية الفنية، لأن الموضوع بقى أصبح يعني قضية أمن قومي حقيقي. عامل الوقت إلى أي مدى تتبع؟ عامل الوقت في صالح الجانب الأثيوبي. يعني حضرتك الموضوع يعني ببساطة أن هناك من استهان بحقوقك التاريخية. يعني إيه حقوق التاريخية؟ يعني نهر النيل ده بقاله ملايين السنين يمتد من هنا ويصب في هذا، ترتب أثر قانوني على هذا. مصر ليست ضد أن تنمي أثيوبيا مواردها، ولكن ليس على حساب مصر بالضرورة. هناك حق تاريخي، هناك حق قانوني. من حق مصر أن تلجأ وفق القوانين المؤسسات الدولية، القانون الدولي. يعني أنهار في معاهدة لتنظيم مياه الأنهار، لتنظيم توزيع مياه الأنهار. هذه المعادات، هذا العرف الدولي أو القانون الدولي استهانت به دول المصب في فترة ما، يجب أن يتم جبر هذا الخطأ. أتصور، أنا يعني مش صاحب قرار سياسي، بس أتصور أن هناك أكثر من قناة أصبحنا في حاجة إليها فعلا لمباشرة موضوع سد النهضة. ماذا عن الوساطات؟ هل ترى أنها
ستكون مؤثرة في هذا التوقيت؟ يعني ما الذي سوف تجديه المواصلات؟ يعني ما الذي الوساطات هي محاولة أو محاولة تقريب وجهات النظر أو الصلح بين الطرفين. كانت في وقت مبكر كانت ممكن أن كانت ممكن أن تجدي، لكن حضرتك بالفعل تم يعني أثيوبيا تعمل الآن في سد النهضة، يعني سد النهضة موجود الآن على النيل، يعني بوادر إنشاؤه أو تدشينه أو بدأت في الفعل منذ فترة. الجانب الأثيوبي يقول أنه لم يبدأ بثقل أو بيبدأ لكن العمل بدأ فعلا منذ شهور. حسن، ننتقل إلى موضوع آخر أيضا هو مسيطر ومتصدر حتى في أحاديث المصريين. السيسي مدرك بقوائم الناخبين، وذلك وفقا لمصدر قضائي في جريدة الأخبار، وترشحه للرئاسة يجوز في اليوم التالي لاستقالته. شوفي بقى حضرتك، يعني مسألة مدرج مش مدرج، يعني احنا ساعات نسيب المسائل المهمة قوي ونيجي في الحاجات. يعني السيسي لا اعتقد، لا اتصور انا الفريق عبد الفتاح السيسي مدرج لانه ضابط كيش، يعني في كل الاحوال يعني لا اتصور هذا. ثم ايه ما الذي يعني نكسبه، او يعني الخبر اللي منشور في الصفحة الثالثة، انا اتصور ان الاستاذ يعني لما الخبر منشور في الصفحة الثالثة عن وزير الدفاع مدرك في جوائز، مش قضيتنا. القضية رقم واحد، يجب أن أتصور أنه أصبح ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية أصبح أمر واقع، أو أصبح أمر ضروري. يعني مش أمر واقع، أمر واقع بالنسبة لي، لكن أصبح أمر ضروري. يعني ما الأسباب؟ منذ ثلاث سنوات أو منذ فترة بدأ المصريين يتكلمون عن حكم مدني، وبدأ المصريين يتكلمون نخبة سياسية لم تقدم قدمت أفكار لم تختبر على أرض الواقع، قدمت نماذج، هذه النماذج تراجعت في الشارع. أستاذنا حمدين صباحي تراجعت شعبيته في الشارع، أستاذ البرادعي الدكتور البرادعي فقد شعبيته في الشارع، لم يعني وصلت أن الفنان سعد الصغير بيرشح نفسه في الانتخابات لأن مصر محتاجة راجل، هذا ما قاله سعد الصغير. تدنت أمور، مثل هذه الأشياء لا يعول عليها. يا صديقتي العزيزة، أنت حضرتك لما تيجي تعملي تحليل لدم حضرتك بتاخدي 2 سنتي عينة، فيشير إلى ما طيب ما في ما بقى الدم. الحديث عن دولة مدنية ودولة عسكرية، يعني تشرشل كان ضابطا في الجيش، معظم الرؤساء الأمريكيين، كثير من الرؤساء الأمريكيين كانوا ضباطا في الجيش. هناك فرق بين أن يحكم مصر، يحكم مصر مؤسسة عسكرية، وفرق أن هناك رجل كان ضابطا بالجيش. طيب معظم شباب المصريين ضباط في الجيش، أدوا الخدمة العسكرية، كثير من يعني لا يمكن أن يكون المعيار زي ما تقولي مثلا إحنا عايزين تغيير. العبرة ليست بالتغيير على إطلاقه، العبرة بمحتوى التغيير وآليات التغيير وتوقيت التغيير. أثبتت الظروف بعد ثلاث سنوات، بعد كل ما تم، بعد زلزلة البلد وقربها اقترابها من الهبوط الشديد أو التدني الشديد، أن مصر في حاجة إلى شخصية من نوعية الفريق أول عبد الفتاح السيسي. مصر ليست الفريق عبد الفتاح السيسي، مصر ليست حسني مبارك، مصر ليست الفريق أحمد شفيق، لكن مصر ليست فلان، لكن مصر قيمة. نريد رجل دولة. الفريق أول عبد الفتاح السيسي أو من على شاكلته رجل دولة رمز لإدارة المرحلة. الآن الفريق السيسي تحدث عن عدم اتخذ خطوات، تحدث عن عدم وجود بدائل للفريق عبد الفتاح السيسي، وأن معظم النخب السياسية قد تراجعت شعبيتها أو انعدمت في الشارع. ما السبب؟ أتصور أن النخب احنا الاسماء اللي قلناها تتكلم عن ايه، الاسماء ليست هناك من اسماء في الخفاء لا في اسماء يعني طبعا ما فيش اسماء في الخفاء، لكن انا كنت بتكلم عن نموذج ان كله يرى في نفسه رئيس جمهورية. بعد في الفترة اللي فاتت كله كان يرى نفسه يعني هذا اضطراب اجتماعي، حدث اضطراب اجتماعي في 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 الشكل اللي بتدخل فيه الدول او المجتمعات في مثل هذه الظروف، يحدث انه انواع من الاضطراب الاجتماعي بيظهر فيها. يعني احنا 90 مليون او 95 مليون كل يعني 40 مليون شايفين ان هم رؤساء الجمهورية. في فترة ما كان 40 مليون من الشعب شايفين ان هم ممكن يبقوا مكان حسن شحاتة ويدربوا المنتخب القومي لانه بيلعب كرة في الشارع. مثل هذه الامور يعني في حاجة ان تعيد الدولة الى الخط، خط لين الدولة. نحن لم نكن على لين دولة الان. طب ما البديل؟ من البديل؟ طب رقم اثنين، الاجابة اللي حضرتك بتقولي عليه السؤال،
النخب سقطت لأنها قدمت تعاطت أفكار لم تختبر على أرض الواقع، لم تختبر على أرض الواقع، مجرد شعارات. ثم بعد أن تم اختبار هذه الأفكار وأثبتت بالفعل، لم تجدي نفعا، لم تجدي نفعا، لم تثبت. يعني أنت حضرتك فاكرة لما أتصور أن أستاذنا الدكتور الأديب علاء الأصواني كان من يعني انبهر بالشارع في فترة من الفترات، لأن الأستاذ علاء كان بيتكلم عن اللي يجب ويكون وربما ويجب ثم بعد هذا التي قدمت نفسها لم يخرج شعب في الشارع يكتب على دبابات الجيش يسقط حكم العسكر إلا المصريين بدافع الوطنية. يعني من الذي فعل هذا؟ الذي فعل هذا أو أدى إلى هذا نخبة تكلمت عن الحريات. نحن لست أنا لست ضد الحريات بالضرورة بالتأكيد، لكن هناك معنى أو تأويل لما أرادوه من الحريات. رأي آخر أن الفترة الانتقالية لم تكن جيدة وكانت بها كثير من المشاكل والأزمات التي كانت. أنا لست ضد هذا، يعني لست ضد هذا. الفترة الانتقالية كان فيها كثير من الأزمات، لكن ليس هذا معناه هدم الدولة، أو ليس هذا معناه يعني طرح أفكار غير موضوعية تماما أو رومانسية أو مراهقة من يعني فيها شيء من المراهقة السياسية. ثم بعد 4 شهور أكتشف أن هذه الأخطاء سليمة. يعني هرجع لحضرتك، يعني النهاردة الدكتور علاء الأصواني من الناس اللي بتقولك لا إحنا عاوزين السيسي. دعنا مصادر للسي بي سي أنه مصر قررت استدعاء السفير المصري بالدوحة للتشاور بعد استفتاء الدستور. هذا طبعا على خلفية بيان التي أصدر طبعا ده قرار مهم ظهر من فترة. الخارجية بدأت تتصرف مع دولة قطر. طبعا احنا يعني للأسف الشديد دولة قطر يعني حكم أمير قطر في انقلاب على والده الأمير، يعني هذه الدولة ليست دولة ديمقراطية. هذه الدولة يعني آخر مرة شعر قطري من حوالي 2-3 أسبوع اتسجن. كانش من 2-3 أسبوع، من فترة بس. لا هو من 2-3 أسبوع طلع لتأييد الحكم. خلينا نعلق على انه التدخل ده كيف يقاس او البيان ده كيف يقاس، ورد المصري كيف يقيم ايضا. الرد المصري يجب ان يقيم بكل دفع شعبي او بكل يعني، واتصور ده موجود، لان قطر دولة قطر للاسف العربية تعدت الحدود في اطار يعني مش عايزين نقول ان هو بقى مخطط وكده، لكن هو فعلا سياسات لم تعد مقبولة بالنسبة لمصر ولم تكن متوقعة من دولة عربية. مشاهدينا على الجانب الآخر من الشاشة، صور حية تأتيكم من داخل جامعة الأزهر، وبعد قليل سنوفيكم بآخر الأخبار. ولكن على ما يبدو أن الوضع هادئ تماما. أستاذي، أمس الحكومة أقرت قواعد تطبيق الحد الأقصى للأجور 42,000 جنيه شهريا بعد خصم الضرائب، التطبيق من مرتب يناير وإرجاء التنفيذ في الشركات والبنوك. سات الحد الأدنى للأجور والأقصى، ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى؟ الحد الأدنى تم إقراره ب 1200 جنيه مع حضرتك. يعني بس السؤال، هل حتى يعني الحد الأدنى ليس بالكافي الآن؟ يعني هو مش مسألة أنه ليس بالكافي، هذا ليس الحل. الإجراءات الحكومية من المفترض أن تكون يعني 1200 جنيه الحد الأدنى، شوفي هيقابلهم تضخم قد إيه، شوفي هيقابلهم ارتفاع في الأسعار قد إيه، لأن هناك سوابق. أنا لا أعرف، يعني في فترة من الفترات كان يعني كثير من النخبة، وده عودة لموضوعنا، متمسكين بتطبيق الحد الأدنى للأجور وبتطبيق الحد الأقصى للأجور. طيب عندما تحقق هذا أثبت أنه هو غير واقعي أو كانت أفكار رومانسية في بعض الأحيان بالفعل، أنه تبدو الأفكار كأنها هي المخرج الوحيد من الأزمة، ولكن عند تطبيقها أو تنفيذها. يعني ما احنا قعدنا فترة طويلة قوي متمسكين بأفكار خلال ال3 سنين اللي فاتوا دول تساقطت تماما. طيب نرجع للموضوع، كم نسبة التضخم سوف تقابل الحد الأدنى والحد الأقصى، خصوصا الحد الأدنى، قد إيه هترتفع الأسعار؟ أنت لما كان بيحصل علاوة 8 جنيه أو 10 جنيه أو 20 جنيه، كانت الأسعار بترتفع بدرجة غير متفاوتة. كل سنة شهر 7 كان من الأولى إجراءات حكومية لضبط السوق، ضبط الأسعار وتحسين السحب. أنت ليس هناك رقابة في الشارع المصري، رقابة حكومية في الشارع المصري على مسألة الأسعار والسلع الغذائية وحتى المنتهى الصلاحية منها، ليس هناك رقابة. أنا أتصور أن هذا القرار يعني اتخذه الدكتور الببلاوي
كنوع من التأييد الشعبي إن أو يعني كأنه يحقق حلم الشعب دون قدرة على ترجمة هذا في السوق. بدل ما كانوا يعملوا 1200 جنيه حد أقصى، أتصور إن ضبط السوق كان هيقلل الأسعار إلى حد كبير، هيقلل نسبة طريقة جشع التجار والتلاعب في أسعار السلع. والفكرة إنه مش بس تجار وسلع، الفكرة إنه كافة نواحي الحياة، صحة وتعليم، ويعني بالضرورة أنا ما بتكلمش على السوق بس كسلع يعني استهلاكية، لكن طبعا تضخم شديد، سوق خدمات شديد، تلاعب أيضا شديد. الوقت المصري بدأ يبص على العيش بكام، رغيف الفول اللي هو أكل الغلابة أو أكل الكشري ده بقى ب15 و20 جنيه لو عند حضرتك 5 أطفال، مسألة صعبة جدا. لا أتصور إن هو كان حلها الحل الأدنى الأجور أو مسألة الحد الأدنى والحد الأقصى، المطلوب إجراءات حكومية. حتى الآن الحكومة لم تستطع يعني لا تقوى على اتخاذ. من كريم يسري مراسل سي بي سي من داخل جامعة الأزهر ليطلعنا على كيف هو الوضع الآن. إذا كريم، كيف هو الوضع؟ صباح الخير دينا. صباح الخير. اليوم في جامعة الأزهر حالة من الهدوء الحمد لله، باب ساحة الجامعة والمدينة الجامعية أيضا. الامتحانات اليوم مستمرة بشكل طبيعي. الأيام الماضية كانت جامعة الأزهر تشهد حالات من العنف المتبادل بين الاشتباكات قوات الأمن والطلبة، لكن اليوم حالة من الهدوء داخل ساحة الجامعة حتى الآن. نعم. هل من المتوقع أن تكون مسيرات اليوم كريم؟ عفوا دي أنا أسمعك. هل من المتوقع أو هل تم الإعلان أنه ستكون هناك اليوم مسيرات؟ لم يتم الإعلان حتى الآن أنه سيتم اليوم مسيرات، ولم نشهد أي تجمعات داخل جامعة الأزهر أو حتى داخل المدينة الجامعية. اليوم هو يوم مختلف أعتقد داخل جامعة الأزهر. نعم، ماذا عن سير الامتحانات كريم؟ الامتحانات اليوم تجري بصورة طبيعية وهي مستمرة منذ الساعة 9 صباحا. لم تشهد أي حالة من الاعتراضات من قبل الطلاب، حالة من العنف من قبل الطلاب حتى الآن. كل شيء يجري على مراد حتى الآن داخل جامعة الأزهر. شكرا جزيلا لك كريم يسري. تفضلي بالمناسبة، مشكلة الجامعات والعنف في الجامعات شكل من أشكال الضعف الحكومي والغاز اللي بتواجه الحكومة. حضرتك شايف الحل إنه؟ لا، ما أنا مش شايف، مش مسألة الحل. إحنا خلينا نقول بالأول أن الحكومة التي يعني بعد فترة طويلة أعلنت الجماعة الإخوان جماعة إرهابية هي نفس الحكومة التي لا ترضى بدخول الشرطة الحرم الجامعي، في حين أن الطلاب تقتل في الحرم الجامعي داخل الحرم الجامعي، في حين أن الطلاب بتمنع العميد من الدخول أو بتحتجز العمداء. ده شيء. الشيء الثاني، الحكومة استنت لما الطلاب تموت في الحرم الجامعي عشان تدخل الطلاب، زي ما عشان تدخل الشرطة بالضبط، زي ما الحكومة استنت علشان يحصل تفجير الدأهلية عشان تعلن جماعة الإخوان جماعة إرهابية. حضرتك عارفة أن كان في حكم قضائي قبل كده بوضع أموال الإخوان جماعة الإخوان تحت الإشراف الحكومي. هذا القرار لم يطبق حتى الآن إلا أو حتى يعني 4-5 أيام يعني. ضعف حكومي شديد. نفس فكرة الأفكار الرومانسية، أنت الآن في حرب ضد الإرهاب، أنت الآن في حرب. بعض الوزراء في حكومة الدكتور حازم الببلاوي لازالوا يسيرون بفكر الدكتور البرادعي، يعني لا أصل يعني هذا الفكر ثبت عدم جدواه. أنت في حرب، الإجراءات المطلوبة في حرب هي ليست إجراءات يعني فلاسفة أو رومانسيين، الإجراءات المطلوبة هي فعلا محاربة الإرهاب بقلب جامد. طيب دعنا ننتقل إلى صحيفة أخرى، نذهب على سبيل المثال إلى صحيفة المصري اليوم. أيضا الحديث عن الحد الأقصى للأجور هو مسيطر بشدة. الأعلى للجامعات يوافق على الفصل النهائي لطلاب المخربين. يعني الدكتور يعني مجلس أعلى للجامعات أخذ القرار متأخر قوي الحقيقة، يعني متأخر قوي، لأن كان في فترة من الفترات ما عدا يعني جامعتين أو ثلاثة كان مسألة التعامل مع الطالب العنيف ده كان يعني شيء ضد مبادئ بعض عمداء الكليات.
او رؤساء الجامعات، لكن تبين في النهاية ان فصل الطالب اصلا مش طالب، اللي رايح الجامعة بمولوتوف او رايح بمسدس خرطوش فرد صناعة محلية ده ما اعتقدش ان هو طالب. هذا القرار جاء متأخرا واتمنى ان يتم تنفيذه حقيقي. ننوه انه بدأ الان المؤتمر الصحفي للدكتور حازم البلاوي رئيس مجلس الوزراء لطرح كراسة شروط محور قناة السويس، وذلك خلال زيارات الإسماعيلية بحضور 9 وزراء ومحافظي شمال وجنوب سيناء. نذهب لنشاهد المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد معالي رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، السادة الوزراء، السادة المحافظين، السادة القادة والرؤساء، ضيوفنا الكرام، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بهيئة قناة السويس وشركاتها التابعة، نرحب بكم في هذا الصرح الشامخ، شريان الحياة، وديعة الأجداد للأبناء والأحفاد. قناة السويس قناة الشعب، فقد حفرها الشعب المصري العظيم بسواعده وأظافره وبدمه ودموعه ليصنع التاريخ، ليس لمصر فقط ولكن للعالم أجمع. إن قناة السويس هي رمز الإرادة المصرية الصلبة التي تصنع المعجزات. إنها عظمة شعب تغلب على الطبيعة واقتحم الصعاب وعانى من الظلم والقهر، ولكنه صنع التاريخ لمصر وللعالم أجمع. لقد كانت اعداد الشعب المصري إن ذاك أثناء الحفر أقل من 5 ملايين مصري اشترك منه في مدة 10 سنوات الحفر 1 مليون مصري، استشهد منهم ما يقرب من 120,000 شهيد وبطل. هذه هي مصر، وهذا هو الشعب المصري العظيم، وهؤلاء هم أجدادنا العظماء الذين هم في قبورهم، وهم بالنسبة لنا أحياء في الدنيا نذكرهم بكل الفخر والاعتزاز. معالي رئيس الوزراء، ضيوفنا الكرام، نجتمع اليوم وقلوبنا مفعومة بالأمل بعد أن اعتصرها الحزن والألم، أملا في مستقبل باهر لهذا الوطن ورخاء لشعب مصر العظيم بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يوليو 2013. إننا نجتمع اليوم في موقع الإرادة والتحدي لندشن حقبة جديدة من الإرادة والتحدي في تاريخ الشعب المصري العظيم، وندشن سويا انطلاقة جديدة للاقتصاد القومي المصري بنظرة مستقبلية علمية شاملة للتطوير، اعتمادا على عبقرية موقع قناة السويس وعبقرية موقع مصر وكفاءة وخبرة وعلم المصريين العظماء، وتحت المظلة التأمينية لقواتنا المسلحة الجسورة الباسلة وقوات الأمن الداخلي المدافعة والحامية للأمن الداخلي للمواطن المصري. إننا ننطلق اليوم إلى آفاق جديدة رحبة إن شاء الله، وبتعاون كامل بين الوزارات والهيئات المعنية، وبنظرة شاملة للحفاظ على الأمن القومي المصري، ونعلن للعالم أجمع إننا قادرين على التحدي، تحدي الصعاب، وإننا سوف نلحق برغبة التقدم الاقتصادي العالمي والإقليمي، بل سوف نتسيده بإذن الله. فمصر هي عظمة التاريخ والماضي، ومصر هي عظمة الحاضر المعبر عن إرادة الشعوب الحرة، ومصر هي عظمة المستقبل للأبناء والأحفاد بإذن الله تعالى. واسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء واللجنة الوزرية الموقرة المختصة بالمشروع في ثقتهم الغالية في اختيار الهيئة كمظلة رسمية للمشروع، وتعيين رئيس الهيئة رئيسا للمجلس التنفيذي للمشروع. هذه الثقة التي نعتبرها نحن العاملين في هيئة قناة السويس وشركتها وسام على صدرنا جميعا وأمانة في أعناقنا، وإن شاء الله نكون خير من يحمل هذه الأمانة لمصرنا الحبيبة. وبالتعاون الكامل مع السيد رئيس وأعضاء اللجنة الوزرية المختصة
والسادة المحافظين ومع جميع الوزارات والهيئات المعنية لنحقق أهداف المشروع. وشكر خاص لمجموعات العمل من الوزارات المختلفة التي اشتركت في الإعداد والتجهيز لهذا اليوم التاريخي. واسمحوا لي بالنيابة عن اللجنة الوزارية الموقرة والمجلس التنفيذي للمشروع ومجموعة العمل أن أبدأ بشرح الملامح الرئيسية للإطار العام للمشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس، يعقبها إعلان نتيجة اختيار مكاتب الخبرة الفائزة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، صدق الله العظيم. محتويات العرض: الإطار العام للمشروع، أهداف المشروع، خارطة الطريق لتنفيذ المشروع، إعلان نتيجة التحالفات الفائزة. الإطار العام للمشروع: بيان مجلس الوزراء الصادر في 11 سبتمبر 2013 بند 3 أن المشروع قد دخل بالفعل حيز التنفيذ، حيث أن القائمين والمشرفين عليه كيانات مصرية قائمة وتعمل عليه، فسوف يتم الإعلان والطرح للمشروع من خلال هيئة قناة السويس. تكون هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية للمشروع لما تملكه من إمكانات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية مؤكدة، من شأنها خدمة المشروع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات النقل والإسكان والاستثمار والتخطيط وباقي الوزارات التي يمكن أن تعطي قيمة للمشروع. هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية للمشروع، وزارة الإسكان، وزارة النقل، وزارة التخطيط، باقي الوزارات. الحيز الجغرافي المقترح للمشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية: ميناء شرق بورسعيد، الزير الجغرافي ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، وادي تكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، ميناء السخنة، ميناء الأدبية. مميزات اختيار هيئة قناة السويس كمظلة رسمية للمشروع: عبقرية موقع قناة السويس الذي يصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وملتقى القارات، بركة الثقة العالية التي تتمتع بها هيئة قناة السويس على المستويين العالمي والمحلي، كيان اقتصادي قوي قائم ومستقر ومستمر، وجود الموقع تحت المظلة التأمينية المباشرة للقوات المسلحة في نطاق كل من قوات الجيش الثاني والثالث الميداني والقواعد البحرية، شبكة علاقات قوية مع الشركات الملاحية والكيانات الصناعية والبحرية العملاقة، الخبرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون بهيئة قناة السويس عبر الأجيال المختلفة والقادرة على إنجاح المشروع، القدرة على تمويل الدراسات والبنية التحتية للمشروع بالتنسيق مع الحكومة المصرية، ضمان مرور يومي للسفن الحاملة للبضائع دون انحراف في خط السير، والتي يمكن أن تستخدم في التنمية الصناعية والاقتصادية للمشروع عن طريق القيمة المضافة والصناعات التكميلية. تمتلك الهيئة قلعة صناعية كبرى تتمثل في عدد 2 ترسانة و7 شركات ذات أصول ومقومات وخبرات عالية يمكن استخدامها في تنفيذ أعمال مطلوبة للمشروع، وجود محاور معديات وأنفاق وكباري بين مواقع المشروع وسيناء مما يساهم في تنمية المجتمع السيناوي والانتساب والاشتراك كجزء أصيل في تنفيذ المشروع. حيا هنا اللون الأزرق ده القائم بالفعل نفع الشهيد أحمد حمدي وكوبري الفردان وكوبري السلام في اللون البرتقاني، في نفع في بورسعيد كيلو 19150 ونفع في الإسماعيلية كيلو 71، والدراسات بتاعتهم بدأت وفعلا في شركات تقدمت وبدأت تاخد عينات وجسات، لأن الأنفاء دي هتصل سيناء بالوطن الأم، وإحنا طبعا في حاجة لهذا الوصل. عندنا 17 محور معديات بنشغل عليهم 36 معدية، واحنا خدنا قرار ببناء 12 معدية جديدة في شركات وترسينات الهيئة علشان يعني نزيد الاتصال بينها وبين سيناء. امكانيات الهيئة في توفير المقرات ووسائل النقل والإقامة للعاملين بالمشروع في المراحل الأولى ونتيجة لقرب موقع الهيئة من موقع تنفيذ المشروع،
أهداف المشروع: تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع لجمهورية مصر العربية بمنطقة قناة السويس، خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة المشروع تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية وإعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوجستية يتم تجهيزها لهذا الغرض واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية. يعني احنا مش بنبتدي من الصفر، في حاجات كيانات، ده مشروع قديم جديد، في كيانات موجودة على الارض ان شاء الله هنطورها ونكملها ونستثمرها ونكمل الخطط المستقبلية بتاعتها. تطوير الكيانات الاقتصادية الحالية كمرحلة اولى بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوزارية والوزارات المختصة زي ميناء شرق بورسعيد، ميناء صاعد واعد، وان شاء الله نكمل الماستر بلان بتاعه ونكمل استغلال الظهير بتاعه بالتنسيق مع وزارة النقل داخل المشروع بإذن الله تعالى. وميناء غرب بورسعيد ان شاء الله، يعني الميناء دلوقتي اربع مناطق، الميناء ده ان شاء الله في المخطط ومع وزارة النقل هيغير الشكل بتاعه واسلوب استخدامه، لان موقعه طبعا رائع، وهو ده حي منطقة صحية، منطقة شمالية، منطقة جنوبية، منطقة شرقية، لكن ان شاء الله ده داخل في المشروع التنمية اقليم قناة السويس. يبقى عندنا شرق وغرب بورسعيد، ميناء العريش، وده مهم جدا ان احنا ضمينا ميناء العريش للمشروع، لان ميناء العريش الحقيقة ميناء صاعد واعد، كان السفن اللي بتخش لغاية 7000 طن العمق بتاعه كان 7 متر، لكن احنا بنبني رصيف دلوقتي، شركة مقاولين العرب بتبنيه، الرصيف ده 500 متر طوله، 500 متر في البحر، مبني على مرحلتين 250 متر في 250 متر، العمق هتبقى 12 متر، تم إطالة حاجز الأمواج الغربي وبناء حاجز أمواج شرقي ب 650 متر، و الأعماق هتبقى 12 متر، ومراكب حتى 80,000 طن هتخش هذا الميناء. فالميناء دلوقتي كل المواد الخام بتاعت سينا بتضطر تعبر القراء عشان تتصدر، إن شاء الله الميناء ده هيسمح بتصدير المواد الخام من سيناء، وفي نفس الوقت هيبقى له ظهير. الميناء بيصنع حضارة في أي حتة، وإحنا مصممين، والميناء دلوقتي خلاص على وشك إن شاء الله الانتهاء، وده هيبقى نقله حضاريه كبيره جدا في سيناء، وان شاء الله يتم التسويق له ويعطي فرص عمل للشباب السيناوي في سيناء باذن الله تعالى. المنطقه الاقتصاديه بشمال غرب خليج السويس، ودي منطقه صاعده واعده، المنطقه دي جزئين، جزء شمالي وجزء جنوبي. المنطقه الجنوبيه 20.4 كيلومتر مربع، تم ترفيق وتنمية 6 كيلومتر مربع منهم، والمنطقة الشمالية 90 كيلومتر مربع، لم يتم الترفيق والتنمية حتى الآن، لكن أنا سمعت أخبار السيد وزير الاستثمار أن 6 كيلومتر مربع كان في بعض المشاكل، الحمد لله اتحلت، ودي داخلة في المشروع، وده شكل المنطقة بعد إن شاء الله باستكمالها، وفيها صناعات متعددة ومجتمعات عمرانية وقريبة من البحر، ودي داخلة في مشروع التنمية. الحقيقة دي كلها كانت كيانات كلها منفصلة عن بعض، وفي جزر منفصل عن بعض، احنا بنجمع الكيانات دي كلها في كيان اقتصادي واحد في المنطقة، فبالتالي هيبقى يعني مركز اقتصادي عالمي وعبقرية موقع هنعتمد عليهم في الفترة الجاية، احنا ليس اقل من غيرنا، كل غيرنا اعتمد على المواقع بتاعته وسمى المشاريع باسماء المواني، جيبوتي، جبل علي، سنغافورة، كل ده. احنا ان شاء الله مشروع قناة السويس ده هيتسيد هذه المشاريع باذن الله تعالى. ميناء العين السخنة، الحقيقة الميناء ده برضو صاعد واعد، هو عبارة عن 6 احواض، تم استغلال حوض واحد بس من الستة اللي هو الحوض الاول، وجاري تطوير الحوض الثالث وتجهيزه، وان شاء الله بعد ما ينتهي هيبقى عبارة عن 6 احواض بظهير بمناطق صب، فبالتالي احنا ده داخل ضمن المشروع وهيستكمل اثناء تنفيذ المشروع، يبقى ده برضو قوة اقتصادية في جنوب البحر الاحمر، وهيبقى له
يعني سمعة طيبة واستخدام رائع للسفن التجارية. ميناء الأدبية وده برضو ميناء صاعد واعد، المساحة الكلية بتاعته 832 ألف متر مربع، هتكبر هتبقى 1.5 مليون متر مربع بنسبة زيادة 180%، وأطول أرصفة من 1800 متر إلى 4500 متر بزيادة قدرها 250%. ده طبعا شكله إن شاء الله بعد التطوير، وغالبا هيبقى فيه جزء لصيانة وإصلاح السفن وبناء السفن، وموقع من الأدبية موقع استراتيجي رائع، وهنستغله في المشروع. كل الكلام ده موجود في الماستر بلان، عشان هيطلع لنا ماستر بلان يقول لنا هنعمل ايه وامتى وفين وازاي. استكمالا لأهداف المشروع، مواكبة التطور العالمي والإقليمي في الفكر التنموي الاقتصادي والتحرك بديناميكية وواقعية بمنطقة المشروع، وبما يحقق أحسن استغلال ممكن لقدرات وثروات الوطن المادية والبشرية، وتنعكس أثاره الإيجابية في النهاية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري الشريف. احنا لازم نتحرك بديناميكية، ولما جه المجلس التنفيذي بقى في موقع المشروع ده هيدينا فرصة ان احنا نتحرك بديناميكية وبفكر جديد وفكر غير نمطي. لازم المستثمر يلاقي خدمة هنا على مستوى عالمي، لان لو ما لقاهاش هنا ولقاها في حتة تانية هيروح الحتة التانية. فاحنا هنا هنتحرك بديناميكية كاملة وباسلوب غير نمطي، وهنحط تشريعات تحقق للمستثمر الاستفادة وتحقق لي الاستفادة وتؤمن الأمن القومي المصري إن شاء الله. تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع، وبما يحقق أهداف دون المساس بالأمن القومي المصري. تنبيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد معالي رئيس الوزراء أن الأمن القومي هو الأولوية الأولى في هذا المشروع. المنطقة دي منطقة حساسة جدا، وأنت تعلموا أن الحروب كلها بدأت من منطقة قناة السويس، فإن شاء الله البعد الخاص بالأمن القومي المصري هو الأولوية الأولى. لكن احنا الناس كلها راحت للمواني اللي جنبينا واستثمرت وكبرت استثماراتها، احنا لازم نجذب هذه رؤوس الاموال ان هي تيجي وتتحالف مع رؤوس الاموال الوطنية، واهلا وسهلا بيهم، وحيلاقوا فكر غير نمطي واداء غير نمطي وتشجيع لهذه رؤوس الاموال. خلق رواج اقتصادي بالمنطقة، واتاحة اكبر عدد من فرص العمل لابناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة وللشباب المصري بكل أرجاء الوطن، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي للشباب المصري، مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته. هي طبعا الشباب ده وقود الوطن، وإحنا المشروع ده لازم الشباب ياخد حقه فيه وياخد فرصته، لان الشباب هو اللي هيكمل هذا المشروع ان شاء الله. فاحنا في الوظائف وفي التعيينات هيكون للشباب فرصه كبيره، وفي نفس الوقت احنا لازم نجهز نفسنا للمشروع في العماله الفنيه. احنا مع معالي وزير الصناعه، انا بشكره جدا، يعني في لجان ان احنا بنعمل سيرفي على المراكز الفنيه الموجوده في المنطقه، وازاي ان احنا نرفع مستوى التعليم الفني في المنطقه، وان احنا نخلق مراكز فنيه جديده بمساعدات تدريب في مجالات زي النجاره والكهرباء واللحام والكلام ده كله، و نبقى جاهزين لما المستثمر يجي ونفرض عليه نسبة عمالة معينة من الجانب المصري، يبقى العمالة دي كواليفايد ان هي تحمل هذا النيم وتشتغل ان شاء الله. وده هنبدأ فيه على طول في المرحلة الجاية، ان احنا نجهز المراكز التدريب ونستقطب ولادنا اللي موجودين دول ونعلمهم وندربهم ونأهلهم استعدادا للمشاركة الفعلية في المشروع. زيادة الدخل القومي المصري وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي ارتباطا بالمشروع القومي، وكذا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحري
من وإلى جمهورية مصر العربية وموانئ المشروع، واستغلال الموقع كموقع محوري للاتصالات الإلكترونية للعالم أجمع، وبالأخص في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر. الحقيقة إحنا في خلال المدة اللي جاية نتيجة هذا المشروع هيزيد عدد مرور السفن في قناة السويس ارتباطا بالمشروع، وده هيصب في الدخل القومي المصري من العملة الصعبة. حركة الموانئ من وإلى جمهورية مصر العربية هتزيد، فبالتالي كل ده في خدمة الاقتصاد القومي المصري، علاوة طبعا الحقيقة الخدمة الإلكترونية وموقعنا واستغلال شبكات الخدمة الإلكترونية في العالم كله عبر هذا الموقع. فإحنا مقبلين على يعني ربنا كده يوفقنا خير كتير لمصر والشعب المصري، وإحنا مصممين إن إحنا نكمل المشوار بإذن الله تعالى. وبرضو يعني بمناسبة الخير، الحمد لله إحنا يعني، وأنا بشكر العاملين في هيئة قناة السويس جدا جدا على الجهد اللي بذلوه في المدة اللي فاتت، وبشكر القوات المسلحة المصرية الباسلة الجسورة اللي أمنت لنا القناة في أصعب الظروف، وقوات الأمن الداخلي اللي دفعت على كل مواطن في منطقة القناة. فالحمد لله حققنا في خلال الأشهر من يوليو لديسمبر 2013 بالمقارنة بيوليو وديسمبر 2012 زيادة في الدولار 3% وفي المصري 17%، وحققنا حوالي 2.7 مليار جنيه زيادة بنسبة 17%. يعني احنا 2011 ل 2012 كنا مزودين مليار واحد، كنا 31.5 مليار، وصلنا ل 32.5 مليار. احنا في الست أشهر دول حققنا حوالي 3 مليار زيادة في وسط أصعب الظروف اللي بتمر بيها البلاد، وده دليل على ثقة العالم في إجراءات تأمين قناة السويس، ودليل على كفاءة العاملين في هيئة قناة السويس وإخلاصهم وحسهم الوطني، وعلى كفاءة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة اللي كانت بتأمن القناة برا وبحر نظاما في أصعب الظروف بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي في منظومة تأمين رائعة أسفرت عن زيادة في معدل ودخل قناة السويس. اتاحت الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية. يعني هقف عند النقطة دي، يعني أنا هندي فرصة إن شاء الله للشركات الوطنية، بس بشرط إنها تحقق المواصفات العالمية اللي مطلوبة طبقا للمخطط العام بتاع المشروع، وإن القدرة التنافسية بتاعتها لازم تكون كبيرة، لأن هي دي القدرة التنافسية اللي هتطور هذه الشركات، وبما يحقق انتعاش لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها. لو الشركات دي اشتغلت صح وحققت المواصفات صح، كل ده هينعكس على ميزانياتها، هينعكس على العاملين بيها وحل مشاكل العاملين بيها. احنا داخلين على فترة شغل وفترة تنافس وقدرة تنافسية لازم نكون جاهزين لها في الفترة الجاية ان شاء الله. ارتفاع درجة الثقة العالمية في الاقتصاد القومي المصري وقدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية، مما سوف يساعد على التواجد المصري في المحافل الاقتصادية العالمية بقوة. ان شاء الله احنا ننجح في هذا المشروع، هيبقى لنا وزن في الاتحاد الاوروبي، وزن في كل التحالفات الاقتصادية، لان احنا دلوقتي بقينا قوة اقتصادية عالمية قادرة على التنافس ان شاء الله. رفع درجة الثقة لدى الشعب المصري في قدرة الحكومات المصرية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية القومية العملاقة التي تحقق المصلحة العليا للبلاد والتي يلتف حولها الشعب، فهي ملك للشعب وإلى الشعب دون ارتباطها بأي أحزاب أو انتماءات أو طيارات سياسية. هذا المشروع هيربط أو هيرفع درجة الثقة ما بين الشعب والحكومة في قدرة الحكومة على تنفيذ والسيطرة على المشاريع العملاقة، وبكل أمانة احنا لن نسيس المشروع ولن نخش في أي أحزاب أو طيارات أو فكرية. المشروع ده اقتصادي قومي هدف الرئيس مصر فقط. خارطة الطريق لتنفيذ المشروع والنتائج المتوقعة. مراحل المشروع 3 مراحل: مرحلة التخطيط، مرحلة الإعداد والتجهيز، مرحلة التنفيذ والمتابعة. مرحلة التخطيط
تحديد التصور والمطالب الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تم إعداد المواصفات وتبدأ من تاريخ 11/9/2013 تم إسناد الهيئة كهيئة كمظلة رسمية للمشروع بالتعاون مع الوزارات المعنية، تم إعداد المواصفات وكراسة الشروط وتحديد عناصر التقييم، تم النشر على مكاتب الخبرة المحلية والعالمية، تم تقييم العروض المقدمة طبقا لمعايير تقييم موحدة مع الاستعانة بالخبرات العالمية لاختيارات تحالف الفائزة والمسموح لها بشراء كراسة الشروط، تم تدشين المشروع بإعلان التحالفات الفائزة لشراء كراسة الشروط والمواصفات النهاردة 6 يناير 2014، وستم إعلان النتائج الفائزة التي لا نعلم عنها حاجة غير رئيس اللجنة فقط. قيام التحالفات الفائزة بشراء كراسة الشروط والإعداد للمخطط العام للمشروع دي هنديهم من يوم 8/1 ل23/1 أسبوعين يشتروا فيهم الكراسة. إعداد التشريح إن شاء الله من يوم 15/1 هنبدأ مرحلة مهمة جدا، إعداد التشريعات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة العدل واللجنة الوزارية، ودي نقطة مهمة جدا طبعا وزارة الاستثمار هتساعدنا فيها جدا إن احنا نعمل تشريعات بحيث لما يخلص الماستر بلان يبقى المستثمر ده عارف إيه اللي له وإيه اللي عليه، وآدي الماستر بلان وآدي تشريعات المنطقة، ودي هتكون مدة 3 شهور، وفي قواعد كتير جدا في وزارة الاستثمار هنستفيد بيها في هذه التشريعات. تلقي واختيار العروض بواسطة لجنة محايدة محلية عالمية لتقييم العروض واختيار التحالف الفائز، يبقى هندي المكاتب دي اعتبارا من 23/1 لمدة 3 شهور لعمل دراسة ستادي للماستر بلان. قيام التحالف الفائز بعد كده هيتم اختيار تحالف واحد بلجنة محايدة وفيها خبرة عالمية. قيام التحالف الفائز بإعداد المخطط العام للمشروع وعرضه على مجلس الوزراء التصديق عليه. أول ما هنخلص هنعرض الماستر بلان على مجلس الوزراء ونصدق عليه عشان نبدأ التفعيل العملي على الأرض. إعداد وتنفيذ الحوار المجتمعي وعرض المخطط الشامل للمشروع على المجتمع المدني وتلقي الملاحظات بالتنسيق مع وزارة الإعلام. إن شاء الله هيبقى في لجنة مختصة بعرض المشروع على المجتمع المدني في الصحف وفي الجرائد وفي المحافظات، لجنة محايدة من ناس فهمة المشروع تماما ولا تنتمي لأي أحزاب أو طائرات فكرية أو طائرات سياسية، هتتناول بعرض المشروع ونستقبل الملاحظات القيمة من المجتمع المدني ونحاول إن شاء الله نضيفها في المشروع. عقد مؤتمر عالمي لدعوة المستثمرين وتقديم عرض المخطط الشامل المصدق عليه من مجلس الوزراء على الشركات والمؤسسات والمستثمرين الوطنيين والأجانب. بعد ما يكون في ايدينا الماستر بلان والتشريعات إن شاء الله هنعمل مؤتمر عالمي ندعو فيه جميع المستثمرين علشان يشوفوا ايه الماستر بلان وفرص الاشتراك و يعني في التخصصات المختلفة داخل المشروع، وإحنا إن شاء الله المشروع هيبقى يعني في تخصصات مختلفة وسايبين لمكتب الخبرة يقول بس ادينا له كل المعلومات عن اللي موجود في المنطقة حاليا. بدء طرح الأعمال المدنية الخاصة بالبنية التحتية طبقا لمتطلبات المخطط العام للمشروع. إحنا طالبين إن شاء الله إن كل الصناعات اللي هتجينا يتقال لنا إيه البنية التحتية اللي مطلوبة فيها علشان نبدأ على طول في تجهيز نفسنا لتنفيذ البنية التحتية تحت إشراف هندسي أو استشارة هندسية كبيرة، لأن احنا عايزين برضو المستثمر يعني يلاقي جدية في ترفيق البنية التحتية وتجهيزها للاستثمار، ودي طبعا هتاخد مننا جهد لكن هترفع حتى قيمة حق الانتفاع للأراضي اللي موجودة في المشروع لو جهزناها بالبنية التحتية بتاعتها إن شاء الله. بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع دي اعتبارا من 2015، استقبال عروض المستثمرين والشركات والتوكيلات ومراجعتها وفحصها طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الخصوص. هي هنا هيبقى في نظام الشباك الواحد في الإسماعيلية هنا في المقر الرئيسي، في أسلوب للتعاقد وهيتقال لكل مستثمر إيه اللي أنت تجيبه معاك علشان تتقدم، إيه الأوراق اللي مطلوبة،
بحيث انه هيسلمها في مكان واحد، وفي ممثلين لجميع الوزارات في المجلس التنفيذي هيبقوا ان شاء الله مخولين بسلطات معينه، وهتبقى الدوره المستنديه للتعاقد داخل هذا المكان بحيث انه يسلم هنا ويستلم هنا ان شاء الله عشان نخف الحمله عن الوزارات في القاهره. التعاقد على تنفيذ المشروعات التي تم اختيارها طبقا للمخطط العام والتي تحقق اهداف المشروع بالتنسيق مع وزاره الاستثمار وطبقا للقوانين معمول بها. التعاقد ان شاء الله يتم، يعني احنا خد بالكم احنا مش هنشتغل على التوالي، احنا هنشتغل على التوازي في حاجات كتير، يعني مش حاجه هتعتمد على حاجه، لا لازم نشتغل على التوازي وفكر راقي وفكر غير نمطي في المشروع، ونسهل على المستثمر اجراءات التعاقد واجراءات الاستثمار، ونؤمن نفسنا ونؤمن حقوقنا ونؤمن الامن القومي المصري. النتائج المتوقع تحقيقها عند استكمال المشروع: تحول مصر الى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري وينعش الاقتصاد والدخل القومي. زيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة والذي يصب في خزانة الدولة مباشرة، مما يساهم في ازدهار الاقتصاد القومي المصري. خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري وفرص استثمارية للشركات الوطنية والأجنبية، وتحويل ديموغرافي للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع وتحسين مواردها. زيادة قيمة الاقتصاد المصري بالنسبة للمنطقة الإقليمية والعالم. تنوع وتوسيع الأنشطة الحالية في المنطقة وخاصة الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية. الحقيقة طبعا المشروع ده هيعمل تحول سكاني، هيجذب ناس كتير كده من المحافظات ان هم يبقوا في موجودين في منطقة المشروع، واحنا هنلزم كل مستثمر انه يعني يعمل مجتمع عمراني للعاملين فيه وخدمات طبية وخدمات صحية، بحيث ان احنا نسحب التضخم اللي بيحصل في المدن الثانية الى منطقة المشروع ان شاء الله. زيادة نشاط نقل البضائع نتيجة تزايد حجم الصادرات والواردات، مما يؤثر على زيادة معدل مرور السفن في المواني المصرية. رفع درجة الثقة في الاقتصاد القومي المصري في جميع المحافل الاقتصادية والدولية. دفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصري العظيم بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ليكون المشروع هو الحلم المصري العظيم الذي سوف يتحقق إن شاء الله. ولتبقى مصر أولا ومصر دائما ومصر فوق الجميع، والله الموفق، وشكرا جزيلا. اسمحوا لي معالي رئيس الوزراء أن أتقدم بدرع هيئة قناة السويس وهو أغلى ما نملك لحضرتك بنسبة تشريفك هيئة قناة السويس وتدشين المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس، وبعد كده هنعلن النتيجة بإذن الله. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان نتيجة التحالفات الفائزة. النتيجة النهائية: عدد التحالفات المتقدمة 46 تحالف، عدد التحالفات المستبعدة غير المطابقة 13 تحالف، عدد التحالفات المطابقة للشروط ومتطلبات التقديم 33 تحالف. تم اختيار أفضل التحالفات وعددها 14 تحالف طبقا لمعايير التقييم الموحدة بيانها كالتالي وبدون ترتيب: الكونسورتيومز الانترناشونال والايجيبشن، البيان ده بدون ترتيب: لسكوت براون ريج اس سي سي الشريك المصري مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، إنورس لاكنر الشريك المصري حمزة، وورلي بارسونز الشريك المصري صلاح وحجاب، ويتيفن أند بوس بيت الخبرة الهندسي اي جي اي سي، ايكوم ميدل ايست مركز الاستشارات والبحوث للنقل البحري ام ار سي سي، ايدوم الشريك المصري صبور، اورينتال كونسلتنتس ايهاف المهندسون الاستشاريون، بي دبليو سي بورت كونسلتنتس روتردام بي في السهلي الصاوي، دبليو اي جي جروب إساب المصرية السويدية للعمارة والتخطيط، جورنينج كونسلتنت كوزيموس مكتب كوزيموس الاستشاري، جيمس كيوبيت أند بارتنر ليميتد الإدارة العامة للاستشارات الهندسية بشركة المقاولون العرب، رويال هاسكونينج دي اتش في بيسر، دار الهندسة الشاعر أند بارتنر دار الهندسة، ماكنزي اند كومباني اي سي اي محرم بخوم. والان مع كلمه معالي الاستاذ الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء للإعلان الرسمي عن تدشين مشروع مصر القومي لتنمية إقليم قناة السويس، فليتفضل. صباح الخير. أولا من عندي كلمة مكتوبة هقراها، بس عايز أقول بعد كده كلمتين من القلب. السيدات والسادة، إنه لا يسعدني ويشرفني أن أعلن على حضراتكم من هذا المكان العريق المفعم بكل معاني الوطنية والبطولة عن تدشين مشروعنا الوطني العظيم لتنمية إقليم قناة السويس. ونحن نبدأ الخطوات العملية لمشروع مصر المستقبل بالإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة الشروط والتي تم اختيارها طبقا لمعايير التقييم الموحدة والتي تميزت بالموضوعية والحيادية التامة مع مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. ومن المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء في غضون 9 شهور من الآن، مع التأكيد على أهمية طرحه للحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات من أهل الرأي والخبراء في مصرنا الحبيبة، حيث أنه مشروع المستقبل لشباب مصر والأجيال القادمة. لقد كان اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق يرجع إلى السمعة العالية الطيبة للهيئة ولقدراتها البشرية والصناعية والاقتصادية الكبيرة،
والتي أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة. ونحن على ثقة تامة من قدرة هيئة قناة ورجالها المخلصين على الوفاء بالتزاماتها كاملة وتنفيذ هذا المشروع القومي بكل كفاءة واقتدار. ولا يفوتني أن أشيد بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لهذا الغرض بالتعاون مع وزارات النقل والإسكان والتخطيط في مرحلة تخطيط المشروع وإعداد التصور العام، مؤكدين على أهمية الاستمرار في دعم الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس لاستكمال مسيرة المشروع بإذن الله. إن العوائد المنتظرة من تنفيذ مشروع إقليم قناة السويس تنطوي على عملية تنموية شاملة لمنطقة القناة وسيناء بخلق كيانات سياسية صناعية ولوجستية وتطوير المواني بالمنطقة المحيطة وتحديث المناطق الصناعية القائمة، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، مما يؤدي إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب والارتقاء بمستوى المعيشة لشعب مصر العظيم. إن الإعلان عن تدشين هذا المشروع القومي اليوم هو البداية الحقيقية للمضي قدما في تحقيق الحلم المصري في التنمية الشاملة في ربوع مصرنا الحبيبة، وحتى ينعم أبناء هذا الشعب العظيم بثمار ثورتيه المجيدتين في 25 يناير و 30 يونيو. وندعو الله أن يوفقنا لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الكلام المكتوب والمنمق. إنما اللي عايز أقوله إنه نحن في مصر بنمر يمكن بواحد من أهم اللحظات في تاريخ الحديث، وطبعا كأي مرحلة صعبة هي مثل الولادة، ألمها شديدة ولكن نتائجها ظهور أجمل ما في البشرية، ظهور إنسان. فنحن الآن بنواجه صعوبات سياسية أمنية اقتصادية نفسية، ولكن إذا نظرنا للمستقبل وما يمكن أن يؤدي إليه، فسنجد أن كل ما تحملناه قليل بما يمكن أن نتيحه من فرصة هائلة لمصر لكي تنطلق. فأنا هقول في الحتة دي نقطتين. النقطة الأولانية هي أنه أنا بأرى أنه عندنا استحقاق سريع اللي هو الاستفتاء، وهذه مرحلة لحظة حاسمة، بس مش كل حاجة، بس لحظة حاسمة ويجب أن نأخذها بكل الجدية والإصرار على النزول. ستواجهنا مشاكل هنا وهناك أنا متصور، ويجب أن نتوقع هذا وأرجو ألا يتحقق، ولكن سيكون من السذاجة أننا نفتكر أنه كل شيء هيبقى سهل. لكن أيضا أود أن أؤكد أن الدولة متيقظة تماما ومتخذة كافة الإجراءات، والدولة في هذا المجال لا نستطيع أن ننكر أنها ذات خبرة طويلة في التعامل. ولذلك أنا متأكد أنه الحماية اللي هتوفرها الدولة ستكون هامة وكافية، ولكن ينبغي أن ينزل كل المصريين، لأن الهزيمة تبدأ بالداخل. إذا واحد شعر أنه قلق، سمع خبر غير سعيد وانت خلى عن واجبه، هو مشارك في إضعاف هذه الدولة. الطلب الأول لكل مصري يشعر بهذه البلد هو النزول، وعايز أقول أيضا إن هذا النزول سيكون أحد وسائل الدفاع عن الأمن والاستقرار، لأنه لن يخيف أعداء هذا الوطن قد ما يشوفوا الجموع الغفير. هذا هو الأمر. بس عايز أيضا أقول لما حننتهي من هذه المرحلة الهامة الدقيقة
هيفتتح أمامنا باب الأمل والتفاؤل لمستقبل. وهذا المشروع ده مش مشروع، ده مجموعة مشروعات، ده أفق جديد هيفتح آفاق هائلة لتقدم مصر، وسيصاحبها أيضا آفاق أخرى في أماكن أخرى. بس أورد أيضا أن نتذكر أن هذا لن يتم بالتمني، بإعداد الدراسات، بعقد المؤتمرات، إنما سيتطلب من الناس جميعا العرق وربما الدموع، وأرجو ألا تكتمل بالدماء. لن تتقدم هذه البلد إلا بالعرق. المطالبة بالحقوق قبل ما تأدي للبلد، هذا أمر لا يليق برجال. كينيدي لما جه في ريادته أشعل المشاعر، لأنه قال للأمريكان لا تسألوا ماذا قدمت أمريكا لنا، لما كل واحد يسأل نفسه ماذا قدمت الأمريكا. هذا الكلام ينطبق علينا، مش كل واحد أنا عايز كذا، أنت عملت إيه؟ فأنا عايز أقوله أنه بانتهاء هذه المرحلة وبداية الدخول هي مرحلة الجدية والمسؤولية، مسؤولية كل واحد قبل ما يسائل الحكومة تعليم شوفوه يعمل إيه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية في كل هذا الحديث، كان الفريق مميش بيقول انه هذا المشروع الهام يتضمن امرين: يعطي دفع للاقتصاد، تطوير في طبيعة الصناعات المصرية، في اتصالها بالعالم، في الكفاءات، ولكنه ايضا قال نخلي بالكم ان هذا امر وثيق الصلة بالأمن القومي. أنا عايز أقول إنه ربما نعرف من خلال رؤيتنا للتاريخ الماضي وتصوري من المستقبل إنه منطقة قناة السويس بقدر ما هي ممكن أن تكون منبع ثروات وتقدم، يمكن أيضا أن تكون مصدر للخطر إذا ما كناش على المستوى. نابليون قال لما قبل ما يجي مصر، قال احنا هنروح الحملة في مصر لأنه من يسيطر على مصر يسيطر على العالم. وأول فكرة حديثة، لأنه قبل كده كان فيه عن فكرة عمل قناة السويس، كان هو جه في مصر ومعاه جيوش، انما كان معاه جيش تاني اكتر من 300 عالم في الحساء، في الرياضة، وفي الفن، وفي التاريخ، وفي الفيزيكس، كل هذا الامر. فاول من درسوا فكرة قناة السويس كان الفريق بتاع نابليون، انما اخطأ في الحساب فاعتبر انه مش هينجح لانه مستوى احد البحرين اعلى من مستوى الاخر. ولكن ظلت هذه الفكرة في عقل الفرنسيين حتى جاء ديليسيبس وعمل. لما بتيجي تشوفه ليه انجلترا استولت على مصر، استولت على مصر لانه كان التجارة العالمية ليها حاجتين: دولة صناعية كبرى اللي هي انجلترا، وسوقها والمواد الأولية بيجي من مستعمراتها في الهند وفي آسيا. هذا الأمر هو الذي جعل إن الإنجليز يقعدوا في مصر 70 سنة. فهنا إحنا خدنا من القناة وجه المخاطر، لأننا ما كناش أقوياء كافية على إنه هذا البناء الرائع اللي تربط ما بين أهم بحرين في المنطقة، أهم 3 قارات تربط بينهم، كان يستدعي دولة قوية.
كان المشروع أكبر من قوة مصر اللي احنا بنعمله دول، بنعمل مشروع آخر أكبر من قوة مصر، فلازم مصر تبقى قوية. فده اللي أنا عايز أقوله. الأمر الآخر إن لازم زي ما فريق ما مش قال إن نتوقع إنه هذا المشروع له مستقبل كبير، مش بس الصناعات، الصناعات هي الأساس، إنما لأنه العالم محتاجه. لأنه لما كنا لغاية قبل الحرب العالمية الثانية كانت إنجلترا هي الدولة الاستعمارية المسيطرة على العالم، أقوى دولة، وكان مستعمراتها موجودة في آسيا، فكانت محتاجة لهذا الطريق سواء كأسواق بتبيع فيها أو مواد أولية بتجيبها. بعد كده قوى الاقتصادية في العالم تغير، أهم شيء أمريكا تتعامل مع أوروبا أو أمريكا تتعامل مع الشرق في اليابان. اللي جاي جديد هو المارد الآسيوي، هيجد الطرف المقابل له إما في أوروبا وإما في أمريكا أو الاثنين معا، ولذلك قناة السويس ستكون هام. فالذي أطلبه منكم هو الآتي: نعمل بكل جد لإنجاح هذا المشروع، ولكن إذا لم تنجح مصر معه وتبقى قوية بما يتفق مع أهمية هذا، يبقى ضيعنا جهدنا. أتمنى لكم القائمين على المشروع كل نجاح، والسلام عليكم. إذن مشاهدينا، كان هذا مؤتمر الإعلان عن التحالفات المختارة لبدء مشروع قناة السويس أو تطوير قناة السويس. تحدث الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وهو أيضا رئيس هيئة تنفيذية للمشروع، وتحدث عن أنه انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري، وأنه إعلان للعالم بأجمع أننا سنلحق بركب الاقتصاد العالمي. تحدث أيضا عن أهداف المشروع، خارطة المشروع، تحدث عن خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة في المنطقة، وتشجيع لرؤوس الأموال العربية والأجنبية دون الإضرار بالأمن القومي، وبعدها عقبها الإعلان عن التحالفات الفائزة أو التحالفات المختارة لتنفيذ المشروع. وتحدث بعدها الدكتور حازم البلاوي رئيس مجلس الوزراء عن أمنياته وأهداف المشروع، وتحدث بشكل عام عن الوضع السياسي وعن الاستفتاء وضرورة نزول الاستفتاء، وتحدث أيضا عن ضرورة نجاح المشروع. كان معنا قبل الخروج للمؤتمر الأستاذ وليد طوغان الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف. تابعت معنا المؤتمر، ما أبرز ما شاهدت أو أبرز ما سجلت؟ أتصور أن هذا المشروع مشروع يعني مصر في حاجة إليه فعلا. هذا المشروع قديم وكان يخطط لي، مسألة الإعلان عن بدء المشروع وتدشينه، مصر في حاجة إلى دفع الاقتصاد. بس زي ما الدكتور حازم البيبلاوي قال، بصرف النظر عن التفاصيل الفنية، انت في مرحلة مش محتاجة فعلا تطالبي بحقوقك قد ما محتاجة ان انت تأدي التزاماتك على الدولة. في شيء اسمه الوطن، يعني ظهر هذا المفهوم مؤخرا في فترة منذ عام يعني 2007-2008 على ما اعتقد، ظهرت بعض الشعارات في الشارع ادت الى تراجع شديد قوي، منها مصر ادتني ايه، أنا لازم البلد تديني حاجة عشان أحب البلد. تطور هذا إذا إلى تهديم البلد لأن البلد مش بلدنا. مثل هذه الشعارات أعتقد أنها كانت دخيلة أو كانت لها أغراض سياسية وكانت مبسوسة في الشارع وساهمت في تخريب البلاد، حقيقي ساهمت في تخريب البلاد وتخريب البنية الاجتماعية. مشكلتنا الآن ليست مشكلة سياسية أو ليست مشكلة سياسية فقط، هي مشكلة اجتماعية أيضا. بالمناسبة خلينا أقول لك، أنا فاكر فيلم للفنان الكبير محمود حميدة بيقول له اوعى تقول مصر دي أمي، ده أمك نايمة جوه. وده كان استهتار شديد بقيم اسمها الوطن وحب الوطن والدفاع عن الوطن والرغبة في بناء الوطن. مثل هذه الأمور أعتقد أنها تكشفت تماما. محتاجين أن احنا فعلا نشتغل، ومحتاجين أن احنا يعني يتنامى أكتر من كده الشعور بالانتماء. في ناس بتموت عشان أوطانها، يعني في ناس بتقتل عشان أوطانها، وفي ناس بتستشهد عشان أوطانها.
دون أن يكون الوطن، يعني مش بالضرورة أن الوطن اداني حاجة أو الوطن مش هيديني إلا لما ابنيه. ننوه عن النبأ العاجل تنحي قاضي محاكمة 6 من حراس محمد بديع لاستشعاره الحرج. بالمناسبة التعليق على الحكاية دي، يعني مش بالضرورة القاضي لما يستشعر الحرج، طبعا القانون بيدي القاضي الحرية في الشديدة في ان هو يستشعر، ليس هذا البعض يفسر ان هذا يعني براءة المتهمين، هذا ليس صحيح، والبعض يفسرها بضغوط على القاضي في والبعض. هذا ليس صحيحا، ربما القاضي عقدته. دعنا نأخذ اتصال من اللواء سامح سيف اليزر رئيس مكتب الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية. مرحبا بك معنا سيد سامح. سيد سامح هل تسمعني؟ أنا سامع كويس، أهلا. تحدث الفريق مهاب مميش ودكتور حازم الببلاوي عن الأمن القومي وعدم إضرار هذا المشروع بالأمن القومي تماما، ويعني ماذا تود أن تقول أو ماذا يمكن القول في هذه النقطة؟ المشروع نحو قناة السويس مشروع قومي بالدرجة الأولى. أنا يمكن اعترضت أيام الإخوان المسلمين على القانون الذي كان قد صدر في هذا الشأن، وفنت اعتراضات أسبابها إيه، وكان ضمن أحد هذه الاعتراضات أنه لا يفي باحتياجات الأمن القومي الكاملة ولا يحمي الدولة من التدخلات الأجنبية، وهو محاولة منح دول بعينها مزايا وأراضي إلى آخره. فالحقيقة المشروع الحالي موضوع في الاعتبار بشكل كبير جدا مسألة الأمن القومي واعتباراته الكاملة وحماية الدولة في هذا المشروع الحيوي الرئيسي، لأن قناة السويس كما نعلم هي محور رئيسي ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي، وبالتالي أنا لا أخشى بأي شكل من الأشكال أن الموضوع الأمن القومي سيكون محل اهتمام كبير في هذا المشروع الكبير. نعم، تحدثتم عن أنه وقت طرح المشروع أثناء فترة حكم دكتور محمد مرسي كانت هناك اعتراضات من قبل قوى مختلفة عن المشروع، نريد بالتفصيل النقاط التي تم تغييرها في المشروع الجديد. بالتفصيل احنا هناخد الحلقة أو حلقتين ثلاثة أعتقد، يعني مش هينفع بالتفصيل، لكن في نقاط سريعة. أولا الموضوع أن يكون إقليما بذاته له قوانين خاصة، هذا الكلام مرفوض. موضوع منح أراضي بمزايا معينة لدول معينة، هذا الكلام مرفوض. موضوع أن يكون مجلس الإدارة بدرجة وزراء ولا يصح محاسبتهم، هذا الكلام غير صحيح وغير مطلوب. هذه النقاط تم تفاديها في المشروع الجديد أستاذ سامح؟ نعم، المسودة الجديدة عملت كل راعت كل هذه الظروف. نعم، شكرا جزيلا لك اللواء سامح سيف اليزر رئيس مكتب الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية. ينضم إلينا حول هذا الموضوع أيضا دكتور سمير معوض محاضر في الاقتصاد البحري وصناعة اللوجستيات. مساء الخير أو صباح الخير دكتور. صباح النور يا فندم. يعني نود نتحدث عن متى يمكن أن نلمس فعلا نتائج حقيقية لهذا المشروع. تم الحديث عن فرص عمل جديدة، خلق كيانات اقتصادية جديدة، اكساب اليد المصرية مهارة على مستوى اليد الأجنبية لكي يتم إدخال اليد المصرية بنسب معينة في هذا المشروع. تفضل. أنا عايز أقول فكرة بس كده لسيادتك وللمشاهدين أنه نحن نتحدث عن هذا الموضوع وكأنه انشق عنه الغيب فجأة وظهر ولم يكن له وجود من قبل. قناة السويس منذ أن شقت والمنطقة معروفة بمحوريتها. أنا عايز بس ضبط المصطلحات شوية لأن أنا شايف كده لخبطة في المصطلحات عشان ما سفر. اتفضلي. قناة السويس في حد ذاتها المجرى المائي هو المحور، وما حول هذا المحور نسميه عندنا في لغة الاقتصاد البحري أقطاب، جمع قطب. فهذا الكلام من يوم ما شقت القناة وافتتحت سنة 1869 وهذا الكلام موجود. أنا بس دي مقدمة سريعة حبيت أقولها. اتفضل. للناس شاهدين أنه مشروع ليس جديدا، الجديد فيه هو كيف نتعامل مع العالم من خلال هذا المشروع برؤية حديثة، رؤية قائمة على اقتصاد عالمي، رؤية قائمة أيضا على أساس أن نضع الخطوط العريضة بعلم ودراية وخبرة واستطلاع لما يمكن أن يحدث في المستقبل
احنا منطقتنا كما قال الدكتور الله يرحمه جمال حمدان تجمع ما بين الـ يعني الموقع والموضع. فأعظم منطقة حاليا على البحار أو على القنوات هي منطقة قناة السويس من بورسعيد شمالا للسويس جنوبا مرورا بمحافظة الإسماعيلية. فإحنا عايزين نقول أنه هذا المشروع لابد أن يكون قائم على أساس أن إحنا كان لنا فيه باع طويل في الماضي ولابد أن يكون لنا باع طويل فيه في المستقبل. أنا أؤكد لسيادتك بصفتي مواطن مصري ومتخصص في هذه المجالات يعاد النظر في الجهات التي ستدير هذا المشروع أو ستشرف عليه، لأنه كفايانا بقى بيروقراطية لم تثمر على مدى السنوات اللي فاتت. احنا كنا نتقدم على كوريا الجنوبية في صناعة السفن في الستينيات. شوفي سعادتك، كوريا النهاردة ثاني دولة على مستوى العالم في صناعة السفن ونحن تراجعنا إلى الخلف. اللوجستيات كنا متقدمين فيها اللي هي مجموعة الخدمات اللازمة للتجارة وللسفن وللركاب إلى آخره، تأخرنا فيها. كنا بنعرف بمنطقة تموين السفن في الفحم في مرحلة من المراحل، ثم حينما اكتشف البترول وبدأت آلات الاحتراق الداخلي في السفن تراجعنا. دكتور تحدثت عن متقدمة، تحدثت عن وجوب التخلص من البيروقراطية، ماذا تقصد؟ البيروقراطية أن شوف يا ستي ببساطة شديدة هقول لك المثل الشعبي، ادي العيش لخباز. نعم، يعني ماذا تقصد؟ يعني من يجب أن يكون مسؤول؟ أن يكون جهاز متخصص في الاقتصاد العالمي من المصريين، من في الاقتصاد العالمي ولا سيما الاقتصاد البحري ولوجستياته. وهذا الكيان الجديد اللي هيتم اختياره هو الذي يتولى الإشراف ومتابعة والتخطيط لمثل هذه القضايا. نمرة 2، لابد أن يكون لرؤوس الأموال الأجنبية دورها في هذا المجال، بس عايزين برضو نخلص من عمليات البيروقراطية. احنا النهاردة المستثمر الأجنبي لابد أن نفتح له الأبواب بقوانيننا ومصالحنا بحيث لا يجور علينا ولا نجور عليه. يعني أنت تود أن تغير منظومة بأكملها، منظومة القوانين والإجراءات وما إلى ذلك، بالإضافة إلى هيئة متخصصة، أليس كذلك؟ أيوة. شكرا جزيلا لك دكتور سمير معوض، وهو محاضر في الاقتصاد البحري وصناعة اللوجستيات، شكرا جزيلا لك. يعني أنا عندي ملاحظة على كلام الدكتور سمير معوض، يعني هو طبعا أستاذنا، لكن هو كلامه عن البيروقراطية غير محدد. يعني لماذا يصف المشروع أو إدارة المشروع الآن بالديمقراطية؟ يجب يعني الكلام البيروقراطية كلام أعتقد يعني إلى حد ما عايم. هو في نفس الوقت طالب بإنشاء مجلس أو من هناك هيئة متخصصة تدير المشروع. يعني هو يريد تبديل الأشخاص على ما أعتقد. نعم. إحنا في وقت متهيألي إن إحنا كلنا يجب أن ندفع فيه للأمام. المشروع قومي حقيقي، أنا من تلاميذ الدكتور سمير، بس يجب أن ندفع للأمام، يجب أن نساهم في النجاح، وليس يعني من المفروض أو من المفترض أن نكون نحن الأعضاء التي يعني تدير مؤسسة معينة كي نشيد بنجاح. طيب دعنا نرى أو نستمع إلى التحالفات المختارة، وهي 14 تحالف من عدد التحالفات المتقدمة ل 46 تحالف قدموا عروض لتنفيذ مشروع تطوير محور قناة السويس. نشاهد إعلان نتيجة التحالفات الفائزة. النتيجة النهائية: عدد التحالفات المتقدمة 46 تحالف، عدد التحالفات المستبعدة غير المطابقة 13 تحالف، عدد التحالفات المطابقة للشروط ومتطلبات التقديم 33 تحالف. تم اختيار أفضل التحالفات وعددها 14 تحالف طبقا لمعايير التقييم الموحدة بيانها كالتالي وبدون ترتيب: الكونسورتيومز الانترناشونال والايجيبشن. البيان ده بدون ترتيب: لسكوت براون ريج اس سي سي الشريك المصري مركز الدراسات التخطيطيه والمعماريه، انورس لاكنر
الشريك المصري حمزة، وورلي باربسونز الشريك المصري صلاح وحجاب، ويتيفن أند بوس بيت الخبرة الهندسي إي جي إي سي، إيكوم ميدل إيست مركز الاستشارات والبحوث للنقل البحري إم آر سي سي، إيدوم الشريك المصري صبور، أورينتال كونسلتانس إيهاف المهندسون الاستشاريون، بي دبليو سي بورتو كونسلتانس روتردام بي في السهلي الصاوي، دبليو واي جي جروب إساب المصرية السويدية للعمارة والتخطيط، جورنين كونسلتانت كوزيموس مكتب كوزيموس الاستشاري، جيمس كيوبيت أند بارتنر ليميتد الإدارة العامة للاستشارات الهندسية بشركة المقاولون العرب، رويال هاسكرينج دي اتش في بيسر، دار الهندسة الشاعر أند بارتنر دار الهندسة، ماكنزي أند كامباني اي سي اي محرم بخوم. إذن كان هذا الإعلان عن التحالفات التي تم اختيارها لتنفيذ مشروع تطوير محور قناة السويس. تم الحديث أيضا خلال المؤتمر عن فرص العمل التي سيتم توفيرها، عن مدى المهارة التي يجب أن تكون بها الأيدي العاملة المصرية. بالتأكيد، يعني لأن مشروع عملاق مثل هذا، يعني أنت حضرتك عايزة تجيبي، أنا بس عايزة أقول لحضرتك حاجة قبل ما ندخل الموضوع ده. الفرق بين هذا المشروع ومشروع اللي كان في عهد جماعة الإخوان المسلمين، مشروع جماعة الإخوان المسلمين أو تطبيق المشروع في عهد جماعة الإخوان المسلمين كان يريد أن يحول منطقة قناة السويس أو المنطقة والمنطقة المحيطة شبه كانتون مقفول تتسرب إليه دول معينة، منها دولة قطر كان يعني من الشيء الأساسي، ويعمل هذا الإقليم وفق قوانينه، ويعمل مسؤولين عنه وفق قوانينهم الخاصة أو وفق إراداتهم الخاصة بانفصال تام عن الدولة. وده كان أساس اعتراض المؤسسة العسكرية التي في هذا الوقت كانت الجهة الوحيدة التي تستطيع مواجهة مثل هذا المشروع وحكم جماعة الإخوان المسلمين. عشان كده بالبلدي في الشارع بيقول حضرتك مرسي كان عايز يبيع القناة. هو كان فعلا لو هذا المشروع تم كانت تبقى كارثة كبيرة. الفرق بين هذا وذاك أن مشروع الحكومة المصرية هو مشروع لاجتذاب الاستثمارات، ولكن تحت إشراف مصري أو تحت قوانين الدولة المصرية. بالنسبة للمشروع، حضرتك لما بتجيبي مستثمر من بره، حضرتك عايزة كمستثمر أيدي عاملة مجهزة وخصوصا أو يعني مؤهلة، وخصوصا أنك هتلزميني بنسبة من العمالة المصرية لمزيد من الفرص العمل. هذا رائع، لكن هل السوق المصري مستعد أو مؤهل لتخريج مثل هذه الأعداد مثل هذه الكفاءات بأعدادها في هذا التوقيت؟ هو ده السؤال الكبير. نعم. الحديث أيضا عن يعني سكان هيسيبوا محافظاتهم ويروحوا بالضرورة الخدمة اللوجستية أو الدعم اللوجستي في عنصر بشري، يعني نص عنصر بشري. هناك يعني لما حضرتك عملتي مصانع الحديد والصلب، أنت أنشأتي مدينة بسكانها بأسرها، هذا بالضرورة طبعا، وهذا أعتقد أنه هو محطوط في المشروع فعلا. القضية الأيدي العاملة، الأيدي المؤهلة لهذا، وهذا أعتقد القضية الجوهرية. يعني المستثمرين موجودين، ومنطقة قناة السويس يعني مسار لها لهاس من مستثمرين كثيرين، لكن الأمر يتعلق الآن بالتعليم الفني أو المسؤولين الفنيين أو القطاعات التي يجب أن تكون مؤهلة لهذا. دعنا نشاهد الحديث عن الجانب السياسي الذي تحدث فيه الدكتور حازم البلاوي بعد الحديث عن إطلاق المشروع أو بداية تنفيذ المشروع. نحن في مصر بنمر يمكن بواحد من أهم اللحظات في تاريخ الحديث، وطبعا كأي مرحلة صعبة هي مثل الولادة، ألمها شديدة ولكن نتائجها ظهور أجمل ما في البشرية، ظهور إنسان. فنحن الآن بنواجه صعوبات سياسية، أمنية، اقتصادية، نفسية، ولكن إذا نظرنا للمستقبل وما يمكن أن يؤدي إليه، فسنجد
انه كل ما تحملناه قليل بما يمكن ان نتيحه من فرصة هائلة لمصر لكي تنطلق. فأنا هقول في الحتة دي نقطتين. النقطة الأولانية هي انه انا بأرى انه عندنا استحقاق سريع اللي هو الاستفتاء، وهذه مرحلة لحظة حاسمة، بس مش كل حاجة، بس لحظة حاسمة ويجب ان نأخذها بكل الجدية والإصرار على النزول. ستواجهنا مشاكل هنا وهناك، انا متصور، ويجب ان نتوقع هذا وارجو الا يتحقق، ولكن سيكون من السذاجة اننا نفتكر انه كل شيء هيبقى سهل. لكن ايضا اود ان اؤكد ان الدولة متيقظة تماما ومتخذة كافة الاجراءات، والدولة في هذا المجال لا نستطيع ان ننكر انها ذات خبرة طويلة في التعامل، ولذلك أنا متأكد أنه الحماية اللي هتوفرها الدولة ستكون هامة وكافية، ولكن ينبغي أن ينزل كل المصريين، لأن الهزيمة تبدأ بالداخل. إذا واحد شعر أنه قلق، سمع خبر غير سعيد وانت خلى عن واجبه، هو مشارك في إضعاف هذه الدولة. الطلب الأول لكل مصري يشعر بهذه البلد هو النزول، وعايز أقول أيضا إن هذا النزول سيكون أحد وسائل الدفاع عن الأمن والاستقرار. إذن كان هذا هو الجانب السياسي. الحديث إذن عن أهمية النزول للاستفتاء وأن هذه أول الخطوات. طبعا النزول للاستفتاء ده شيء يعني مفروغ منه، أعتقد أن التصويت بنعم شيء مفروغ منه، لأن إحنا بنصوت على مصير وطن، هذا ليس رأي سياسي. في المرحلة اللي إحنا فيها التصويت بالاستفتاء نعم أو بلا ليست مسألة وجهات نظر سياسية، ليست أتصور أنها مسألة أمن قومي. يجب الاستفتاء على الدستور، يعني معناه استفتاء على 30 يونيو، الاستفتاء على الدستور معناه الاستفتاء على الإجراءات التي تمت بعد عزل الرئيس محمد مرسي. هو في وجهة نظر، وجهة نظر بتقول ان احنا نقول نعم وبعدين الحاجات اللي احنا معترضين عليها يتم تعديلها، وفي وجهة نظر تانية انا شايف ان هو لا فهو لا. مثل هذه وجهة النظر هي اللي جابت الإخوان المسلمين للحكم. دعنا نتعلم من أخطائنا. فترة من الفترات حصل شراع او شعار او سلوجن كده، اصل الاثنين ما بحبهمش، يبقى انا بيني وبينه دم. مثل هذا الكلام ثبت عدم جدوى الإدارة دولة او تقرير مصير دولة. اللي بينزل يصوت ده يقرر مصير دولة، مصير دولة. تقرير مصير الدولة يختلف عن إدارة الأسرة الجامعية في الجامعات، تحضير الأتوبيسات للرحلات، او تبادل وجهات النظر او الآراء على القهاوي. إدارة الدولة يعني معرفة ما الذي سوف يواجهه وطنك. فرضاً حد أرى حاجة يا صديقة العزيزة، هناك شيء اسمه يعني هناك شيء هناك شيء طبعاً هو حر، لكن إحنا بننصح يعني ما بنقولش، بس هناك شيء اسمه أخف الأضرار، وهناك شيء اسمه الضرورات تبيح المحظورات. مثل هذه الأمور في القضايا الجدلية، حضرتك لو عندك عربية هتنزلي عايزة في هتعملي لا قدر الله حادثة، وفي نسبة ان انت تطلعي ناجية من الحتة دي، ومفيش نسبة ان انت تطلعي ناجية من الحتة دي، هتختاري ايه؟ ما هو الاثنين اختيار سيء. هل ترى ان هذه التبريرات او هذه الدعوات انا لا اتصور تشبه الى حد كبير الدعوات التي كانت تطلق عبر الاخوان؟ يا صديقتي العزيزة، دعوات الاخوان هي تشبه لكن ليست هي. ليه؟ لان دعوات الاخوان كانت صدرة من مجموعة. نحن الان نحن المصريين الحقيقيين. انا مش جماعة عاوز اخلي الرئيس معين هو اللي يجي، بالعكس احنا لسنا جماعة، هذا رأي المصريين. البلد مهددة، انت الان في سفينة تتلاطمها الامواج، بالضرورة يجب ان تحكمي السيطرة على السفينة الاول، ثم يعني بقى تصلحي الاعطاب، تنقلي الموظفين من مكان لمكان. احيانا تكوني مضطرة لاجراءات لا تتفق مع وجهات نظرك ان كنت رافضة الدستور. ثم انا لا اعتقد ان هناك مبرر لرفض الدستور، لان اعتقد ان هذا الدستور يعني لو ارى اعتقد ان الدستور حقيقي فعلا جيد. هناك ترقب وانتظار لما بعد انتهاء الاستفتاء، ان اقتصاديا الحال سيتحسن، امنيا الوضع يعني سيتحسن، هناك حاله من الامل يعني بالضروره هناك حاله من الامل، خصوصا بعد ازمه الثلاث سنوات الاخيره او السنه سنه حكم الاخوان الاخيره. أرى دعوات بتطلع من أن الآخر ليس مبرر لها، بعض الإعلاميين يعني مثلا
الاستاذ محمود سعد كان من فتره بيتكلم عن لا للمحاكمات العسكريه. هذه اراء، هذه اراء، لكن ليس الان وقتها. في شيء اسمه الاهم ثم المهم. الان الاهم هو حفظ سفينه الوطن من طلاق. هذه ليست شعارات. وجهه نظر ينظف الجرح جاي، الجرح جيدا ثم نبدا يا صديقي. من اول وجديد. نحن من سلف، نحن لا اعتقد انا لا اعتقد ان الاختلاف، انا مش ضد الاختلاف على فكره، يعني الاختلاف مطروح، بس انا انت حضرتك قدامك مريض عنده القلب، عايزه تعملي له عمليه باي باس ولا عايزه تعملي له ازاي؟ ده اعتقد ان انت لازم تلحقيه بالصدمات الكهربائيه وتعملي له عمليه في القلب، وبعدين حضرتك تشوفي ازاي ده، وتشوفي صباع رجله المتعور، وتشوفي يعني ده مطلوب. لكن اتصور ان هناك حس وطني، حس وطني. يعني حضرتك مش شايفه ان البلد في حرب شديده، عدم استقرار سياسي رهيب، ضغط اعلامي غير مبرر من بره، او يعني غير سليم. هل الاخوان بيتقتلوا في الشارع في مصر، ولا الاخوان اللي بيضربوا الناس بالنار؟ طب الاخوان اللي طلبه الاخوان بيحبسوا عمداء الكليات، ولا الكليات هي اللي بتتجنى على طلبه الاخوان؟ يعني ارجوك، يعني انا ما بتكلمش على حضرتك طبعا، انا ما بتكلمش على حضرتك طبعا، لكن الوضع انا طبعا متصور اكيد يعني، لكن الوضع جد خطير لا يحتمل التاويلات. احيانا تكوني في مواجهه مواقف لا تحتمل التاويلات اعتقد، ولا تحتمل التبريرات. شكرا جزيلا لك استاذ وليد طغان الكاتب الصحفي بجريده روز اليوسف. شكرا انا المتشكر لك. شكرا. اذا المشاهدين انتهت فقره الصحافه العربيه، فاصل لاذان الظهر، وبعدها نتابع الصحافه العالميه. الى اللقاء.